الله يرحمنا وإياكم، الله يرحمنا وإياكم. والغيبة، النميمة، الكذب، هاي كلها شغل إبليس. عدم أداء الأمانة، خلف الوعد، عدم بر الوالدين يعني عقوق الوالدين، أخذ حقوق الناس، تنكر الجميل الناس بعض الأحيان، النظر إلى أعراض الناس بعين مريضة وهي سهم، النظرة سهم من سهام إبليس. والله أمامكم بقى. الرواية يقول النظرة سهم من سهام إبليس بقى. النظر إلى أعراض الناس. شيخنا أخو هي البنية مام هذا مام مرتبة روحها، وإذا ما ليش تباوعنا وهي مو زينة، أنت خصر زين. هي شنو هي؟ هي راسلتني على الفيس، هي راسلتني، وإذا راسلت أخوة ثلاث راسل لا تجاوب. ليش كيفت وركضت من راسك؟ بالنتيجة واحد يكون يحسب حسابي كل ذني يعني. شيخنا وانا احب هاي البنية، احب اروح اخطبها. احنا مضيقين عليك، لو اريد نمنعك من حقك. تحب هاي البنية على العين وعلى الراس، ما عندي مشكلة. اخذ اهلك وروح اخطبها وتزوج. منو مانعك؟ يعني الا من الشباك خو ادخل من الباب. ليش من الشباك؟ ليش من الشباك؟ روح من الباب. ما حد مضيق عليك عيوني، انت ما حد مضيق عليك، بس يقول لك تعال من المكان الصحيح، لا تروح من المكان الغلط. هاي بس هاي. الشباب مقتنعين بهذا الحكي؟ لو اصلا مقتنعين به والله. الاسلام مو دين معقد يوم منغلق. لا والله، بنية حبيتها روح الزواج بشكل رسمي ومحترم وكل مشكلة هم ماكو. شنو يعني؟ وين المشكلة في الموضوع يعني؟ الإسلام يقول لك شوفوا، الإسلام يقول كل شيء بالحياة تريد تدخله ادخله من مكان يعني. وقل ربي أدخلني أحسنتم مدخل صدق. هذا يقول الإسلام. أخرجني مخرج صدق. هذا الإسلام يقول. ادخل من الباب يعني، دق الباب واخذ التريد. مدخل صدق هو هذا، مدخل الصدق. أرد أبيع، بيع لا تغش. ادخل للبيع من مدخل صدق.